فوالا عدنا اليكم من جديد 05 22 36 05 36. الجميع محبي البرنامج كنقول لكم نحبكم انا يا ساده. السلام عليكم. سلام خويا الحبيب العجيب مرضي الوالدين. خويا كيراك داير؟ لاباس عليك؟ سهره كلشي مليح؟ هذا الجروب هذا لا فاصون تاع اللكنه تاع وجاده. ما تقوليش ما عرفتك. لا 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 ما تديش عليا، انا عارفك ولكن السميه ما تديش عليا خاصني. كل مره كندخل الاسم العائلي نتاع شلا فنانين. شلا فنانين شلا بوكو فنانين زيد راه ديك هيفا وهبي الاخت نتاعي والسي احمد وهبي. اياه وهبي هذا الاخ وهبي هذا من وجده. لا خالد وهبي خويا. لا هذا وهبي خالد من وجده ياك. واه ده خالد وهبي. واه تقعد لابيلا خالد. حبك تجوع على راسي ماشي بدمي وانفاسي مهما تحكي الناس عليك ما يتغير احساسي. والله لو خيروني بينك وبين عيوني ما اتردد لحظه تكون نور عيوني الاساسي. تبارك الله على اخويا خالد ومرحبا بك في دارك وفي برنامج ديالك وبين خوتك الحبيب العزيز الغالي والناس اللي كي انت راني سميتك الحبيب العجيب. الله يطول لي عمرك الحبيب العجيب اللي دائما رهيب قديم. شتري لي الصداع. كي داير مع الوقت؟ والله لا حفظك خويا انت كيراك داير. حنا غاديين تنقولوا ونعاودها. نحن كلشي مزيان. شوف كلشي مزيان ولكن الحمد لله اليوم راه كان كيجيو معنا الناس العزاز اللي دائما كانوا في تواصل معنا شحال هذه كيتسناو شويه كدوز واحد المده عاد كيرجعوا لينا. انا راني اني شحال هذه ما هضرتش معكم. راه يمكن فلو اليوم راه لو 17 الله يعلم. هو اليوم شحال اليوم لو 17 مزيان. انا ما عنديش كالوندري مزيان. مره اتصل بيعطينا شحال في لادات. الله يحفظك يا خالد. قول لنا اليوم انت مع الدار ولا بوحدك ولا معمولين الدار؟ فين شاده؟ فين؟ لا دروك راني غير في البيت راني مريح والوالده راه في الكوزينه دير لي صافي وانا دير العشاء وانا والحبيب شد فهمتي تايطيب العشاء. جيب بيه العشاء. جيب بيه العشاء. الله انت راك عزيز زين. الله يحفظك ليا. تحيه ليك. الله ينصرك. تحيه ليك ولجميع الناس ديال وجده. واش تعرف شحال العشاء اللي ندير لك؟ ندير لك كران وبريده. شنو هي كران فريده؟ وباريده. واه شنو كارن وفريده؟ كارن وباريده. كارن كيدير واحد الاكله هنا لوجاده خويا دايره بحال البيطاريه الحمص. كيديرها بحال دايره بحال واش نقول لك دايره بحال المادلين كطيب في الفران. وباريده هو العصير نتاع الليمون وكيديروا معاه عصير ديال الليمون كيدوزوا به مشهوره معروفه عندنا حنا لوجاده وعند طنجه كيقول له كالينتي. كالينتي كالو باريده مطحون بحال ترفيه المادة ماشي اكله. عنوان ديال الشهر العظيم كلينتي وكلينتي كنا خلاوها كلينتي. تحيه لوجادة ديالهم هادي. قولها خويا خالد. خويا خالد دابا ويداك طيب العشاء كتسمعك داوي معايا؟ لا ما جاتش عندي. لا هي راه قالت لي انت صافي راك توسوست وليت مقابل لي غير التليفون والراديو. وقبيله كنتي كتسنطل ملي دوزت معنا اول من مراكش؟ لا ما كنتش اخوك تنصلي العشاء. الله يقبل لك. بغيت نعطيك واحد المثله شعبيه. بغيت كتقولي لي باللغه العربيه. مرحبا. قال لك الخايب هذا الزين يحشم على زين والخايب على هذا الله. هذه درك بالدارجه وحنا نديروها باللغه العربيه. دابا لا قلتها لك انا بالانجليزيه. والله باللغه العربيه. شوف انا غنعاودها لك. يلا زين يحسم على زينو والخيب على هدا الله. اعطيها لي يا خويا دابا باللغه العربيه. الجميل ياك الجميل دابا هذيك باللغه العربيه. الجميل قاس كيتبنن كيشم ريحه بطاطا طاجين جاي. لا الجميل يا ربي مشات لي الميموار كترجني الباك. ايوا سيدي خالد نوض على سلامتك. يلا وتقعد ليا وتحيه لوجاده وسلم على الوالده. غادي ناخذ اتصال. ناخذ اتصال واحد اخر ثاني او ثاني 05 22 36 05 36. هالو 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 الو
ودائما كنرحبوا بجميع المستمعين ومستمعاتنا فين ما كانوا في ربوع المملكه. حبيبتي نقول لكم شهاده اف ام اذاعتكم كترحب بكم وكتقول لكم خليكم معنا في الخط، راه حنا ما غنساليو حتى ل 9 ونص. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير سيدي؟ كي داير اخويا حبيبي؟ الله يطول لي عمرك خويا. كي داير انت؟ مزيان الله يحفظك. كي داير مع صحيح؟ مرحبا بك لا اذاعتك حبيبي، مرحبا بك. والله الا توحشتك اخويا حبيبي. يطول لي عمرك، يتوحشك الخير خويا وكذلك حتى حنا. فكرني في السميه راه اخوك ما تديوش عليه. شكون معايا؟ عبد الصادق الزاز من بنقريب. تبارك الله. العب الصادق الزاز الزاز يا الزاز عبد هذا هو الكمال ديال المثال. الزاز هذا قال لك الزين يحشم على زينو هي بلاتي بلاتي بغيت تكمل انت زعما راك عارف المثال. كمل وخايب كيقولوا له هذا الله ولا قلنا باللغه العربيه كي غادي نديروا لها اخويا الزاز. جميل كيحشم على الجمال ديالو. الله 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 عرفتي درتي لي نتايا ترجمه ديال الواتساب. دير لي سير رجع عند خويا الزاز، رجع عنده المعلم. معاهم اخويا معاهم البارك بوحدك مع الحباب مع الصحاب ومع الوالده وواحد الدريه اختي صافي. الله يرحم لك الوالدين. لما اقول الوالده ادعي معانا والله الا كدعي معاك كتقول لي والو خدم لي الحبيب. واش انا راديو انا؟ اقول تخدم لك الراديو تخدم لك الحبيب اقول تخدم والله كان البرنامج ديالك تقول لي الحبيب راه غيبدا. الله الله سمعوا الناس سمع الناس مبشره. نعم ساعه مبروكه مع اخويا الحبيب من 8 حتى لبركه. سير الله ينورك وغنبقى حتى 9 ونص اخويا. عافاك سميت الوالده سميتها طامو. سلم على لاله طامو قولها الحبيب راه غير البارح البارح طاح لي بزطامو قولها لها. نقولها لك كتسمع فيك كتسمع فيك الحاجه طامو. تحيه لك لاله من اذاعه شاده وكنشكروك وجميع عائله الزاز كندير لهم تحيه وتهلاو ليا فراسكم راكم اعزاز يا الزاز.